لاعبي الأهلي غادروا ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات قبل بداية المباراة. يعني بصراحة كان في شغب في المدرجات ولاعبة الأهلي فعلا تعبوا من الغاز المسيل للدموع وغادروا الملعب، بس المشكلة اتحلت والمباراة تمت على خير، والنادي الأهلي منذ لحظات فاز بهدف محمد شريف 1-0 في رادس. ألف مبروك للأهلي نادي القرن الأفريقي اللي رفع راس مصر، ونتمنى ليه التوفيق في مصر إن شاء الله، ويكسب الترجي زي ما كسبوا في رادس يكسبوا في القاهرة بإذن الله. مبروك مقدما للأهلي إن شاء الله، العشرة يا أهلي بطل أفريقيا هياخدها تاني وهيشرفنا في كأس العالم للأندية.